النهارده خرج بعض الاخبار المسربه بقى ان ايه، ان تم ايقاف الحكم الفلاني والحكم العلاني، اخبار مسربه من قبل الاتحاد. طيب انت لما هتوقف انا هستفاد ايه؟ انا كفريق النادي الاهلي انا هستفاد ايه؟ انت خسرتني نقاط مهمه جدا في البطوله، 4 نقاط حتى الان في بطوله الدوري الاهلي خسرهم بسبب الاخطاء التحكيميه. لو نرجع مباراه وادي دجله كان لينا ضربه جزاء واضحه جدا، واضحه جدا ضربه جزاء بتاعت احمد رمضان بك. ده 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 دي الاخبار اللي يعني عايز اقول ايه، متسربه النهارده من الاتحاد استبعاد الحكمين محمد سلامه وعمرو الشناوي من اداره مباريات الاهلي. فالناس بتتكلم في الجزئيه دي، الناس يعني بيقولوا ان ممكن هيكون في قرار في الاتجاه ده، لحد دلوقتي مفيش حاجه رسمي، بس تسريب الاخبار دي هي برضو يعني هتفيد النادي الاهلي بايه؟ النادي الاهلي عايز عداله تحكيميه خلال الفتره الجايه، النادي الاهلي عايز الامور تمشي بشكل عادل ما بين الفرق كلها، ما يبقاش في اي مشكله في المباريات وما يبقاش في تعمد لتعطيل النادي الاهلي. فانا عايز اوجه بقى رساله مين؟ للكابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه للاتحاد المصري لكره القدم واللي بيديروا الاتحاد دلوقتي. بعد اذن حضرتك تدخل، وبعد اذن حضرتك حاول تطلع وتتكلم وتوضح الامر فيه ايه؟ لان كده بطوله الدوري داخله في نفق مظلم. انت كده الوضع غريب ومريب، وضع غريب ومريب. فبعد اذن حضراتكم المسؤولين عن اتحاد الكره دلوقتي شوفوا حل في القصه دي، لان الموضوع بقى مبالغ فيه والاخطاء التحكيميه بقى مبالغ فيها. فدي كل الامور الهامه. سريعا قبل ما اروح للفاصل، انا اتكلمت على الجانب الفني، قلنا ان الاهلي عنده بعض الاخطاء، لكن في نفس الوقت انا مش قادر اقيم الاهلي امبارح في المباراه. هل الاهلي كان حلو ولا وحش؟ مش قادر اقيمه. ليه؟ لان احنا كنا بنلعب فرقه واقفه على خط الجول، بنلاعب 11 حارس مرمى، مش بنلاعب فرقه كامله. مع كامل التقدير والاحترام للكابتن محمد يوسف، ده اسلوبه او دي طريقته اللي يخرج بيها بنقطه من المباراه، حقه طبعا، ومدرب كبير بالمناسبه. لكن في نفس الوقت انت ما تقدرش تقيم الاهلي فنيا، انت قيم الاهلي فنيا لما تكون بتلعب مع فرقه بتلعب كوره بشكل جيد، تقدر تاخد وتدي معاها، تعرف تشوف الاهلي كان كويس ولا لا. لكن في كل الاحوال حتى لو في اخطاء فنيه وده وارد جدا، هيتم تصحيحها بشكل كبير خلال الفتره اللي جايه. احنا منتظرين رد فعل من الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص ملف الحكام.